إذن طلابنا، بالنسبة للفكرة الأخيرة من هذا الدرس اللي هي الـ Vector in Orthonormal System، شو يعني؟ يعني كيف بدي جيب Coordinates للـ Vector؟ احنا تعلمنا بدرس الـ Orthonormal إنه each point بالجراف اللي هي مثلا هون X prime أو X، هذا الـ Y prime أو Y، هذا الجراف، إنه كل point موجود بالجراف إلى coordinates، مثلا A X A Y A B X B Y B، معنى الـ A to 1 الـ B 5 4. إذن حنطلق من فكرة إنه إذا كل point إلى coordinates، يعني كمان الـ vector إلو شو coordinates، يعني جيت كتبت هون كمان إنه الـ A B vector فيني طلع له coordinates. هلا شو بقول شو يعني coordinates للفاكتور؟ يعني كمان الفاكتور AB إلو أبسسة، إلو أبسسة وإلو شو coordinate مثل point A إلى أبسسة coordinate. شو يعني؟ شو معنات coordinates للفاكتور؟ يعني أنا إذا بدي أمشي من الـ A لعند الـ B، كيف بدي أخطي الخطوات؟ شو هن؟ إذا جينا استعملنا Shostak's relation، يعني by Shostak's relation، أنا إذا بدي أمشي من الـ A لعند الـ B، إجي سمي point M موجودي هون. قلنا شو بيقول Shostak؟ إنه لحتى تمشي من الـ A لعند الـ B فيك تروح من الـ A لعند الـ M، يعني هون لحتى أمشي بالـ AB vector فيني أمشي من الـ A لعند الـ M وأرجع، يعني أول شيء AM، نمشي من الـ A لعند الـ M، بعدين أمشي من وين؟ من الـ M لعند الـ B، يعني plus MB vector. مش هيك قلنا؟ مش هيك بيقول Shostak؟ إنه AM plus MB مش extremity وorigin، شو بتعطينا؟ AB vector. هلا الفكرة وين؟ شو بدي أعمل؟ أنا بدي روح أجيب الأبسسة للـ AB، بدي أشوف كيف طلع الأبسسة للـ AB، وكيف طلع الأبسسة أو الـ coordinate للـ AB. هلا فينا نشوفها جرافيكال، يعني انا اذا بيجي بتطلع من الاي لامشي من الاي لعند البي جرافيكالي، هون باي كالكوليشن جرافيكالي كيف انه لامشي من الاي لعند البي، اول شيء بتمشوا على الابسيسز اكسس مثل ما تعلمنا بدرس الارثونور، انه بمشي لاوصل من الاي لعند البي بمشي بهذا الشكل ثلاث مربعات 1 2 3، بتكون الابسيسز لها هي قد يعني هون جرافيكالي، اذا بدكم اكتب لكم اياها هون تشوفوها جرافيكالي هيك، يعني AB vector إذا بدي أمشي من الـ A لعند الـ B بمشي ثلاث مربعات أو دي ثلاثة وبطلع قداش لفوق كمان ثلاثة، هاي دي من الـ A لعند الـ B بمشي 3 بطلع 3، مش ضروري يكونوا قد بعضهم بس ثابت هون إنه قد بعضهم، يمكن يكونوا 3 4 5 2. هلا بنشوف بسياق الاكسرسايز كيف بيكون. هاي جرافيكالي دغري بتعطيني AB vector 3 3، بس انا بدي اطلع الكاد حاجي اشتغلها باي كالكوليشن، انه لجيب الابسيسة للاي بي، مش قلنا عم نقول بدنا نجيب الابسيسة للاي بي، هيدي ابسيسة للاي بي، شو عندي هون؟ اي ام بلس ام بي، يعني كمان بتساوي الابسيسة للاي ام بلس الابسيسة للام بي. اذا بتذكروا بدرس الاورثونورمال كمان، اذا بدي اجيب طول الاي ام فاكتور، هيدا الاي ام سايد او لانكس للاي ام قداي، مش مقلناش بنعمل اذا الـ AM parallel على X prime أو X، مش منروح من نقص الكبيرة نقص الصغيرة، يعني هون الـ AM هايدي شو بتساوي؟ تساوي XM minus XA، انتو عطول نقصوا التاني من الأولى، plus كمان هون XB minus XM. طيب لاحظوا معي على الرسم، ليكو عندي هون XM، الام والبي هن اثنيناتهم موجودين على قد ايه؟ على الفايف، يعني شو عندهم؟ سيم ابسيسة، يعني الابسيسة للام والابسيسة للبي هي زيت، يعني الاكس للام واكس للبي كمان هي زيت، حاترك الاكس للاي هون وهيدي اكس للبي مونس، كمان قلنا هون انه الابسيسة للام قد الابسيسة للبي، ححط بدل اكس ام ححط كمان شو؟ اكس بي، لانه نفس الابسيسة اثنيناتهم فايف، بوصل لنتيجة انه هيدي XB minus XA، X للB و X للB بيروحوا، بضل XB minus XA، يعني الأبسسة للAB vector شو بتعطينا؟ XB minus XA، واضح؟ هيدي بالنسبة للأبسسة، كمان بالنسبة للأوردينيت، يعني الأوردينيت للAB vector كمان بتساوي الواي
لل اي ام. هلا بقول لكم شو بتحفظوا اخر شيء. هلا هون انا عم بشرح لانتم الفكره بتحفظوها هي بس هاي، هي واي لل اي ام بلس واي لل ام بي. كمان عم خليهم هون بس لحتى تشوفوه، حط لكم خط تحتهم هيك. هيدي واي اي بي فاكتور، الواي لل اي ام هيدي الاي ام بتساوي شو؟ ما هي كمان واي ام ماينس واي لل اي، وهون على طول نقصوا الثاني من الاول، واي بي ماينس واي لل ام. لاحظوا معي كمان واي لل ام وواي لل اي هن قداي 1، يعني الاي والام موجودين على نفس السطر، الواي لهم قداي 1. حاجي احط بدال الواي لل اي واي ام، حط بداله واي ام، الواي بي بنزلها ماينس. طلعوا هلا قلنا ما بدناش بدال الواي للاي، شو حطينا؟ واي للام. كمان الواي للام، او عفوا هون لازم نحط بدال هيدي واي اي، هيدي واي ام بحط بدالها واي اي، وهيدي بتركها هي ذاتها اي، وهيدي بدال واي للام بحط بدالها شو؟ واي اي. هون واي للام، طلع ارجع اعيد لكم اياه، واي للام وواي للاي هني 1، يعني بدال الواي للام بحط شو؟ واي للاي. وهون واي للام بحط بدالها شو؟ واي للاي. واي للاي واي للاي بيروحوا، شو بيضل معنا؟ واي بي ماينس واي للاي، هيدي واي للاي بي فاكتور. واضح؟ شو صار معنا؟ صار معي الابسيسه للاي بي فاكتور، وصار معي شو؟ الاوردينيت للاي بي فاكتور. شو بيجي بكتب؟ بيجي لهون للاي بي فاكتور، هيدا الاي بي فاكتور، هيدا اي بي فاكتور. قديش الابسيسه للاي بي فاكتور؟ هي اكس بي ماينس اكس اي، يعني بدال واي للاي بي بدال اكس للاي بي بحط اكس بي ماينس اكس اي، وبدال الواي للاي بي بحط شو؟ واي بي ماينس واي اي، هيدي واي بي ماينس واي للاي. هيدي انتو اللي بتحفظوها من هيدي الفكره بس، عرفنا؟ على الاكزامبل اللي فوق كان معنا البوينت اي، حتشوفوها شو هيني على الاكزامبل. بوينت اي كان معنا اياها 2 1، والبوينت بي كان معنا اياها 5 4. اذا طلب مني جيب الفاكتور اي بي، هو بيقول لي calculate the coordinates of vector اي بي. هيدي القاعده خلص نسوهن، هاودي احفظوا لي بس هيدي القاعده، عرفتوا؟ بس مطلوب منكم تحفظوا القاعده. بيجي بحط بلش على طول بالثاني، يعني اكس بي ماينس اكس اي واي بي ماينس واي للاي، لازم جرافيكالي تطلع 3 3 مثل هون 3 3. هيدي اي بي فاكتور، اكس للبي بروح بنقولها، هيدي الاكس بي واني اكس للبي قداي 5 ماينس اكس للاي 2 بحط محلها 2، واي للبي قداي 4 ماينس واي للاي 1. بيجي بنقصهم هلا 5 ماينس 2 3 و 4 ماينس 1 3، شو طلعت؟ 3 3، مثل ما شفناها جرافيكال. هلا هو بيقول لي باي كالكوليشن، اكيد ما بيقول لي جرافيكال، عرفتوا؟ فاذا اللي بتحفظوها انتم هي هيدي اللي هون، بس يطلب مني كالكوليت ذا كوردينيتس اوف فاكتور اي بي، دغري بحط اي بي فاكتور اكس بي ماينس اكس اي واي بي ماينس واي اي، شو ما كان الفاكتور. اذا كان ام ان دغري بحط شو؟ بلش من الثاني، اكس ان ماينس اكس ام واي ان ماينس واي للام. هيدي فكره الفاكتور، كيف بنجيب كوردينيتس لفاكتور.